افتتحت اليوم فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لمجمع اللغة العربية بدمشق تحت عنوان واقع اللغة العربية في عصرنا الحاضر، وذلك في قاعة المحاضرات بمكتبة الأسد الوطنية. أسر الثقافة العربية ولأجلها حين هي وحجاً في الحرف كانت، وحضارة في اللسان ازدهرت، ووحياً بلغتها تنزل، فإذا هي النطق المبين، ديناً للهدى وبياناً للسحر، ورابطة مع أسلافنا الذين من مطلع الشمس إلى مغربها قطعوا رحلة ولا أكبر في المسيرة البشرية، فكانوا الشربة حين الأرض ليل وحين الناس جد مضللين، مشت بمنارهم في الأرض روما ومن آثارهم قبست أثينا. وأكدت العطار ضرورة مواجهة أطروحات الغزو الفكري الأجنبي باسم الحداثة والعصرنة، والتي تدعو للتنكر للتراث واللغة وقطع جذورنا الحضارية وإضاعة كنزنا الثقافي وإحداث قطيعة معرفية بين تراثنا وراهننا وتغريب الشخصية الوطنية العربية. لقد تقدم مشروعنا بمشروع حماية للغة العربية. وقال رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور مروان المحاسني في كلمته إن مؤتمرنا اليوم يسعى إلى توصيف اللغة العربية في عالمنا الحاضر المتسارع الخطوات في إنجازاته العلمية والتقنية، بهدف إيصالها إلى احتواء توطين العلوم في طيات مخزونها اللغوي الفريد، لنعيد إليها موقعها العالمي في حداثة سريعة التطور، ليسهل تطابقها مع منتجات هذه الحداثة. وأضاف المحاسني: اعتزازنا بلغتنا لا يسمح لنا بقبول تشويهها أو تهميشها، بل لابد من جعلها محركا لوصول أبنائها إلى الإبداع بعد أن يتفهموا جميع العلوم الحديثة باعتماد لغتهم القومية، داعيا إلى عدم إهمال التعمق في الدراسات التي تكشف ما في أعماق تراثنا من نزعة بناءة وتساؤلات قد يساعدنا العلم الحديث على تفهم دوافعها. واستعرض الأمين العام لمجمع اللغة العربية بدمشق الدكتور محمد مكي الحسني الجزائري منجزات المجمع خلال السنوات التسع الماضية، وأهم النشاطات الثقافية والندوات والمحاضرات التي نفذها خلال هذه المدة، إضافة إلى الإصدارات والمطبوعات والمجلدات. وقال عضو مجمع اللغة العربية الأردني محمد حور في كلمة المشاركين إن مؤتمرات مجامعنا اللغوية تطرح تصوراتها وتضع برامجها في سبيل النهوض باللغة العربية وتحديد التبعات الملقاة على عاتقها والتحديات التي تواجهها، إلا أنها ماضية في طريقها لتبقى لغتنا عنواناً بارزاً من عناوين أمتنا.